يعتبر القطاع الزراعي في دولة الإمارات العربية المتحدة إحدى الصور المشرقة للتقدم الحضاري والاقتصادي الذي تعيشه الدولة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، حيث يعود الفضل في ذلك بعد الله عز وجل إلى جهود باني النهضة الزراعية في الدولة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي لم يقل يوما حبه للأرض ولم تكل همته للزراعة طوال حياته، حيث أطلق مقولته الشهيرة: أعطوني زراعة أضمن لكم حضارة. وأدرك المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه أهمية الزراعة لتحقيق الاستقرار وربط المواطن بالأرض التي يزرعها، لذا عمل منذ توليه الحكم في مدينة العين على تغيير نظام السقاية الذي كان منتشرا في ذلك الوقت، ووضع خطة لتطويره تعتمد على إصلاح الأفلاج القديمة وحفر أفلاج جديدة لتوسيع شبكة الري الضرورية للزراعة. في فترة السبعينيات قرر فقيد الدولة الشيخ زايد طيب الله ثراه البدء على مشروع الزراعة في الإمارات، وعليه استدعى مجموعة من الخبراء والمهندسين العالميين وأخبرهم عن نيته في العمل على زراعة المحاصيل في الإمارات وإنشاء الغابات والتوسع في زراعة النخيل وتأسيس الحدائق والمنتزهات، وأن تصل الإمارات إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل الزراعية. استقبل الخبراء هذا القرار ببعض الذهول والصدمة، فكيف لأرض قاحلة تشكو شح المياه أن تنتج محاصيلاً زراعية؟ وأخبروه بأن هذا الأمر مستحيل، على الرغم من عدم تأييد الخبراء لهذا القرار، إلا أن سموه أصر على تحدي الصحراء والبدء بتنفيذ المشروع، وسخر كافة الإمكانيات لأجل هذا المشروع الذي رآه ممكناً. تم استخدام أحدث أساليب تهيئة الأرض وشبكات الري وتوفير أجود أنواع الأسمدة وإنشاء البيوت البلاستيكية واستيراد الشتلات والبذور، كما حرص سموه على توعية الشعب بأهمية الزراعة ووفر لهم أراضي مجانية مع كافة الإمكانيات ليباشروا العمل على مشروع الزراعة. نجحت الجولة في نشر الأراضي الخضراء وزراعة ملايين النباتات والأشجار والحصول على خيارات متنوعة من المحاصيل الزراعية، كما أثمرت جهود سموه في أن تبدأ الدولة بتصدير ألذ أنواع التمور والرطب في الإمارات، وأصبح هناك واحات غناء تبعث في النفوس الأمل في مستقبل مشرق ومصدر للدخل. بفضل تلك الرؤية الثاقبة والعزيمة التي لا تلين التي ورثتها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات عن القائد المؤسس، استطاعت الدولة تحقيق العديد من الإنجازات بل الاختراقات العلمية في المجال الزراعي. فبعد أن توسعت زراعة الأشجار المثمرة والخضار والفواكه المتنوعة، توسعت الطموحات والتطلعات وتطورت الأساليب والتقنيات، وركزت دولة الإمارات في استراتيجياتها في هذا المجال على زراعة محاصيل استراتيجية من بينها القمح والأرز اللذان حققا نتائج متميزة ومبشرة، وبدأت بجلب وزراعة العديد من الأنواع والأصناف التي لم تكن موجودة في المنطقة، منطلقة في ذلك من نظرة بعيدة المدى واستراتيجية تستهدف التحول من الاعتماد شبه الكامل على الاستيراد في مجال توفير الغذاء إلى دولة منتجة له، والسير على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل. في هذا السياق يأتي تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله خلال زيارته مزارع نموذجية لعدد من شباب الوطن على أهمية قطاع الزراعة وحيويته، نظراً إلى ارتباطه بالأمن الوطني بمفهومه الشامل وكونه ركناً أساسياً ضمن استراتيجية دولة الإمارات
لتحقيق الأمن الغذائي وبناء اقتصاد مستدام، وتأكيد سموه على إسهام هذه المزارع وغيرها داخل الدولة في تعزيز الاكتفاء الذاتي والتقليل من الاعتماد على الخارج في مجال الإنتاج الزراعي. ورغم التحديات، بذلت دولة الإمارات جهداً واضحاً طوال العقود الماضية لبناء قطاع زراعي يكون أكثر قدرة على المساهمة في التنوع الغذائي والاقتصاد الوطني، وذلك عبر تبني سياسات تحدٍ من أثر تلك العوامل، وعبر تبني أنماط زراعية مستدامة وذكية مناخياً تركز على الاستثمار الأمثل لوحدة الأراضي الزراعية وجودة المنتج المحلي وتعزيز قدرته على المنافسة، وتستند في مجملها إلى التقنيات والحلول المبتكرة كالزراعة بدون تربة، الزراعة المائية والزراعة العضوية، إضافة إلى تعزيز برامج مكافحة الآفات الزراعية والحد من الفقد والهدر على طول السلسلة الغذائية، وتوسيع قاعدة الاهتمام بالدراسات والبحوث العلمية في المجال الزراعي.